ازيكم، يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد النهارده على مكنة التريكو اليدوية. النهارده هنعمل بلوفر شكله شيك زي ما احنا شايفين، وطريقته مختلفة جدا. هنشتغل وردات تطريز على الشغل السادة اللي عملناه على البلوفر. طيب البلوفر عملتيه ازاي؟ عملته بالظبط زي البلوفر الأزرق اللي عملته في فيديو قبل كده. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، وفي أول تعليق هسيب لكم كل الفيديوهات اللي عملناها على المكنة. وقفلت بس الصدر، ما عملتوش مفتوح، عملته مقفول. هنشوف كل تفاصيله دلوقتي. وعملت تطريز عليه، طريقته سهلة جدا. النهاردة هنتعلم التطريز بتاعنا، وهنستخدم بواقي الخيوط اللي موجودة عندنا. استخدمت درجات الألوان دي زي اللي احنا شايفينها. عملت 3 وردات بألوان مختلفة، وردة كبيرة ووردات صغننين، وعملت فروع الشجر بتاعتنا. عايزه اوريكم شكله قد ايه جميل وحلو. بس الحاجه الوحيده اللي انا عملتها مختلفه، ان انا قفلت الرقبه بتاعته تريكو. ولو حابين ان انتوا تتعلموها اعمل لها فيديو مخصوص. ده شكله كده، والرسمه بتاعته هتبقى على الجنب ونازله على الكم بالشكل ده اهو كده. حلو جدا جدا جدا، وشكله في منتهى الشياكه. إيه، لو لسه جديدة معانا في القناة انزلي اشتركي وفعلي الجرس علشان تتابعي كل الفيديوهات اللي هعملها في فترة الصيف. هنعمل شغل عالي وفي منتهى الشياكة وهيعجبكم. وان شاء الله كمان هعمل لكم فيديو في رمضان علشان تلحقوا تعملوا لبس العيد على مكنة التريكو. يلا بينا نبتدي اول خطوة. طيب احنا دلوقتي هنبتدي نتعلم واحدة من الشكل ده، إيه، وردة كبيرة ووردة صغيرة والفرع. بصراحة انا اكتفيت بشغل على جنب واحد، حسيته ان هو ارق وشكله اهدى من انا اعمل على الصدر الناحية التانية. هنتعلم دلوقتي الوردة الكبيرة. عملت عينة بالظبط نفس الخيط، وهنشتغل بنفس الخيوط اللي طرزنا بيها. الخيط عندنا شغلاه على المكنة الوسط، لازم يبقى متماسك علشان تبقى التطريز عليه يبقى ماسك نفسه حلو. عندنا دلوقتي الخيوط اللي هنطرز بيها، عندنا خيوط رفيعة وعندنا خيوط تخينة. يعني انا عندي دلوقتي الخيط ده رفيع جدا، فهشتغل بيه مجوز على 4 اللي اشتغلت بيه الوردة دي، او اشتغلت بيه الوردات الصغيرين دول. عندي خيط مهير برضو، الفتلة بتاعته عاملة زي كده، طلع شغله تحفة جدا على القطع الصوف بتاعتي. وعندي الخيط اللي لونه عامل زي البلحي كده، ولا هو احمر ولا نبيتي، يعني لونه بلحي، شكله حلو جدا برضو. خامته تخينة، فهشتغل مكوز على 2. حاولي بقى تطولي الخيط علشان مش هينفع نوصل أثناء الشغل، يبقى الطول ده مكفي وردة على بعضها. إيه العينة بتاعتنا. طيب أنا بلبس البلوفر وببتدي أحدد الوردات مكانها فين. إيه طبعا بيبقى إيه الشكل متناسق، وعلى قد ما تقدري ما تكتريش. كل ما تبقى الحاجة رقيقة كل ما هيبقى شكلها أحلى بكتير. الورد بتاعنا دلوقتي هنبتدي من قلب الوردة. انا مثلا عندي هنا اهو كده، هنبتدي الشغل من قلبها. القطعة بتاعتي اهي، والخيط عندي موصول بالشكل ده، هشتغل بيه مجو زي ما قلت له. هنحدد مثلا، هنقول ان قلب الوردة هنا في النص. هجيب الخيط بالابرة بتاعتي وابتدي الشغل من تحت القطعة بتاعتي. انا حددت قلب الوردة في الجزء ده اهو، وابتدي اشد الخيط بتاعي بالطريقة دي، واخلي ايديا مرتاحة في الشغل. هسيب كده حبة 5 سنتي مثلا علشان ده اللي هنقفل بيه. طيب الوردة ممكن تحددي حجمها على حسب الخطوة اللي هنعملها. انا هنا دي عاملاها كبيرة، دي وسط، دي صغيرة. حددتها ازاي؟ هبتدي الف. انا لو عايزاها طويلة هبتدي ارفع كده بصوابعي. لو انا عايزة الفرع طويل هيبقى كده، لو انا عايزة اقصر هيبقى كده، وده على حسب طول الخطوة اللي بعدها. هناخد الابرة بتاعتنا بالشكل ده، وهندخل من قلب الوردة من قدام بقى. خلاص هو كده كده الخيط عندي من قدام، هناخده من قلب الوردة بالشكل ده. نخلي بالنا ان هو ما يشبكش فيه الخيط اللي احنا ايه لسه مطلعين، يعني نوسع كده ونحط ايه الابرة بتاعتنا. ونشوف طول الفرع، عايزينه مثلا لو طويل هنا يبقى هنطلع بالإبرة في الجزء ده، لو عايزينه قصير يبقى هنقصر الطول بتاع الطلعة بتاعة الإبرة. أنا هعمله مثلا وسط، هخليها هنا، وهنخلي الخيط من تحت الإبرة بتاعتي وأزق الإبرة وأطلع بيها بالشكل ده.
والشغل ده عايز ان انتي تريحي ايدك، ما تشديش خالص علشان ايه الحاجة تاخد إيه شكلها الحلو كده. طيب ما ينفعش نسيب الفرع بالشكل ده، هاجي الغرزة اللي انا طلعت منها اللي وراها على طول من فوق اهو هنا، واقوم داخلة بالإبرة من فوق اطلع بيها من ورا واشدها كده، ما شدهاش جامد، اخليها مرتاحة جدا يدوب بس ايه صندق الشغل بتاعي. وعشان الخيط ميجوز نبتدي ايه نظبط الاتنين جنب بعض زي كده. اول فرع، الفرع التاني هنيجي الشغل بتاعنا اهو من ورا، هبتدي اطلع تاني من قلب الوردة، نحدد الفرع التاني. انا عندي هنا عاملاها 8، عاملة 1 فوق و3 في الجنب و1 تحت و3 في الجنب. انا عملت اللي فوق، هنعمل دلوقتي اول واحد في الجنب بتاعي، يعني عندي 8 فروع. هاجي احدد كده برضو الشكل ده، هحط الابرة تاني من قلب الوردة من قدام واشوف الطول المناسب اللي انا عايزاه، ممكن اقصر وممكن اطول براحتي على حسب الشكل اللي انا عايزاه، وابتدي اطلع نفس اللي عملته في الفرع اللي قبله اهو، ونريح الخيط ما تشدهوش. ونعمل ايه؟ تمام، ندخل في الغرزة اللي فوقيها ونقفل بالشكل ده. ولو خايفة ان الغرزة دي تشد معاكي ممكن تحطي الإبرة وتشدي عليها بالشكل ده اهو كده، خيط معايا من ورا. نبتدي ندخل تاني في قلب الوردة من ورا ونطلع، تمام، نحدد الفرع التالت اهو بالشكل ده كده، ندخل في قلب الوردة تاني ونحدد الطول اللي احنا عايزينه ونشد. ونريح ايدينا في الشغل ونقفل الفرع من فوق، مفيش اسهل من كده. التلات احجام بنحددهم بقى ايه بنفس الطريقة، عايزة تطولي تقصري نفس الطريقة كده. انا عملت 3 فروع اهم، نعمل بقى الفرع التالت اللي في الجنب، نطلع من قلب الوردة من ورا لفوق، نعمل كده. ممكن تقللي عدد الفروع على فكرة، يعني مش لازم يبقوا 8، على حسب الشكل اللي انتي عايزاه. نحدد المقاس مثلا كده، حلو، ونبتدي نشد ونقفل الفرع. هكمل بقى بنفس الطريقة. كده ده اخر فرع معايا، هبتدي دلوقتي اقفله بالشكل ده، افك بقى الخيط من الابرة بتاعتي، وده الظهر بتاع الشغل اهو كده. هبتدي اجيب اول الخيط واخد الخيط واربطهم مع بعض على المرتاح جدا بالطريقة دي كده، ونقص ايه الزيادة بتاعتي، وده كده الشكل بتاعنا خلاص. انا قللت فرع هنا بس علشان إيه ما يطولش معايا الفيديو. نبتدي دلوقتي نعمل الفروع، وبعد ما نعمل الفروع نبتدي ايه نحط الوردات الصغيرين حوالي إيه. هنا انا عملت 3 فروع، كل فرع بنفس الطريقة اللي هنعملها، ودايما الفرع بنبتدي ما بين ورقتين من جوه خالص هنا كده. اول غرزة هاخد الخيط الاسود بتاعي برضو بخليه طويل، واخد الابرة من ورا الشكل ده واطلع بيها بالطريقة دي، واسيب حبة برضو من ورا علشان ايه هنقفل بيها. اول خطوة هطلع هدخل بالابرة من قدام كده، تمام، واطلع بيها بالشكل ده، شايفين كأني بسرج بالطريقة دي. حلو، هاجي بعد كده اخد الخيط بالإبرة بتاعتي وأدخل مكان هنا، شايفين، وأطلع بعدها بسنتي كمان
كده انا قفلت الجزء ده، مشدش الخيط، اخليه مرتاح علشان ما يوسعليش ما بين الغرز. اعمل نفس الخطوة تاني كده. ممكن بقى ايه، عايزة تخلي الفرع جاي كده كده على حسب الخروج بتاع الابرة مكانها فين، هخليه ملفوف لفوق شوية اهو بالشكل ده. قفلنا الجزء اللي بعده، نشوف بعد كده المكان الجديد اللي هيخرج منه هنا مثلا بالشكل ده اهو. تمام. هاجي دلوقتي اقفل اخر مكان، هنزل هنا وابتدي اعمل دلوقتي ايه الفروع اليمين والشمال. خلاص ده كده الفرع اللي في النص، اخر واحد في النص، هبتدي هنا اطلع كده واخد واحد على جنب، ويستحسن يبقى بنفس الطول بتاع الفرع الاولاني ده بالشكل ده كده. خلاص ابتدي ادخل في القلب تاني واطلع من الجهة التانية. ممكن تطوليه ممكن تقصريه براحتك بالشكل ده كده. يبقى انا اول ما بطلع اعمل فرع، وبعد كده وانا راجعة بعمل الفروع الجانبية. بنزل هنا تمام في القلب اللي من تحت خلاص اهو، وابتدي اعمل الفرع اللي وراه. ادخل من هنا كده واجي في قلبه واطلع الفرع اللي بعده، ادخل من هنا واطلع في القلب اللي تحت، شايفين اهو. يجي بعد كده الفرع اللي هنا، اطلع من الفرع من قلبه، بعد كده نعمل الفرع الاخير هنا. عايزين تعملوا فرع تحت خالص يبقى ممكن نطلع فيه ونعمل، بس هيبقى ايه حجمه صغير. نعمل مثلا واحد بس هنا، ننزل كده علشان خلاص هنقفل الخيط بتاعنا. بقى عندنا فرع الشجرة بالشكل ده، ونرجع نربط الخيوط مع بعض تاني. طبعا هنقصها بالطول لما يخليش ايه العقدة بتاعتنا تفك بالشكل ده اهو. تمام. هنبتدي دلوقتي نعمل الوردات الصغيرة. الوردة الصغيرة هنستخدم الخيط البيج، وعملته مجوز على 4 زي ما احنا شايفين، 4 فتلات معانا وحطيتهم كده. الخيط بتاعها ما بيبقاش طويل، يعني بيبقى قد كده تقريبا شبر او 20 سنتي بالكتير. انا بحب اعملها بره وبعد كده بثبتها. باجي كده ده اخر الخيط بتاعي، وادي كده الخيط موصول. عند اخر الخيط هنا ببتدي احط الابرة بتاعتي بالشكل ده على الخيط، ببتدي اجيب الحرف ده تمام، وابتدي الف الخيط على الابرة على الواسع. ليه بعمل على الواسع؟ علشان اعمل حساب الحتة التخينة بتاعت الجزء الأخير من الإبرة كده. لفينا 3، نعمل 4 5 تمام. ده حجم الوردة اللي أنا عايزاها، 5 لفات. وابتدي أشد الإبرة من قلب ال5 لفات، ما تخافيش شديها بالشكل ده تمام. شايفين المنظر هيبقى عامل ازاي؟ يبقى كده تشدي من الناحيتين بشويش، تبتدي ايه تظبطي الجناب، هيطلع عندك الشكل ده اهو، عاملة زي البتلات الصغيرة اهي شكلها. وهنبتدي دلوقتي نثبتها. ناخد الخيوط او بإبرة الكروشيه عندك، بتبتدي تدخلي كل طرف في المكان اللي انت عايزاه. هحط مثلا الطرف الاولاني هنا تمام، والطرف التاني، والطرف التاني. تاني ببتدي مثلا اثبته بعدها بغرزتين واشد بيه الشكل ده خلاص، واجي من الناحيتين وابتدي ايه اربط الطرفين مع بعض، نربطهم ربطتين برضو علشان نثبتها وما نشدهاش خالص، نخليها مرتاح. نعمل واحدة برضو مبيتي بنفس الشكل، ونبتدي ايه نحطها في الجنب، نخليها كده بارزة لفوق بالشكل ده. انا عملت واحدة من بيتي في الجهة التانية بالطريقة دي على كل فرع. هنبتدي بقى ايه نعمل فرع هنا، فرع مثلا طالع من هنا، وفرع
فرع طالع من هنا، ونحط بقى ايه البتلات الالوان اللي احنا عايزينها. ده كده هيبقى شكل الوحدة بتاعتنا بالطريقة دي. عايزة تطولي الفرع بالشكل ده هتطوليه زي ما انت عايزة. انا عاملاه على قدام واخد الكيرف بتاع الدراع اللي ورا شوية اهو بالشكل ده، شكلها رائع رائع رائع. بصوا من الجنب عاملة ازاي، قد ايه شكلها حلو جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتعلمنا حاجة جديدة النهاردة. اشوفكم فيديو جديد، وباي باي.